السلام عليكم. المشكل ديالنا خويا بانه جاتنا واحد الورقه هنايا التزام كما تتشوف، هي التزام كيقول لك جات من الوزاره وحنا ما كنشوفوا حتى طابع ديال الوزاره هنايا، جات من عند مدير ديال المحطه الطرقيه بمدينه اسفي. جات بانه هاد الناس هادو خاصهم يديروا هاد الالتزام، يعمروا لهم السيد اللي خدامين عنده المشغل يدير لهم هاد الورقه التزام وفيها الضمان الاجتماعي. ها هي كما كتشوف رقم الضمان الاجتماعي. حنا كممولين الكيشيات او ممولين الشبابيك عندنا ما يقارب، حنا كنقطعوا لتسعه الشركات، ما يمكنش بانه تسعه الشركات كاملين غيديكلاريوك فلاكيس تسعود الشركات كاملين غيديكلاريوك فلاكيس، ما يمكنش، راه مشكل. حنا ما لقيناش على الحل اللي بغينا، غير الحل من عندهم، بغينا غير الحل. المدير سيرو خاصكم باترون اللي كاين في الدار البيضاء او اللي كاين في الرباط او اللي كاين في فاس او اللي كاين في الحسيمه هو اللي يدير لكم سميتو هذا الالتزام، يعمروا لكم هو وجي عاد باش يمكن لك تخدم. حنا راه في البيرو اخويا راه 12 واحد، يعني 12 شخص في البيرو، يعني هاد الناس كاملين واش يمكن واش في بليله وضحاها غيوليو في لاكيس سوسيال بليله وضحاها غيجي ديكلاري بهم؟ راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. هاد السيد قلنا ليه يدير شي حل، لقى شي حل للدراري وكذا. انا كنهضر بصيفتي على الشخص عليا، انا ما عنديش مشكل من غدا نقلب على راسي، ولكن اللي مدوز 20 عام هنايا ومسكين ما عندوش ما قاريش ما عندوش شي ديبلوم ما عندوش شي حاجه، فين غيمشي؟ فين غياكل؟ فين هو الخبز؟ فين غيجيب هذاك الخبز؟ واللي مدوز 30 عام هنايا و40 سنه هنايا اللي ما عندوش مسكين ما عندوش البديل، واش فهمتيني اخ ديالي؟ ما عندوش البديل فين غيمشي؟ فين غيمشي؟ كيجري هو الناس راه هنايا راه مضروره مساكن. انا خدام في الشباك، انا راه ما نكذبش، انا نقولها ونكذبها، انا غير غيخدموا الكيران غير غيعيطوا لينا مواليهم غيخدموا، غنجي الشباك ديالي عادي، غندير التدابير الوقائيه انا ونجيب لي زاناليز ديالي عادي، ما عنديش مشكل، وغنجي وغنريح غنقطع، ما غيمنعني حتى واحد، حيت انا راه كنقطع في الكيشي، ماشي غيجي بين ليله وضحاها يطبق علينا قوانين اللي كان خاصو يطبقها. شحال هادي راكم شحال من مره جيتوا؟ راه حتى البيبان ما كانوا، حتى البيبان ما كانوا، النظام ما كانش، فين كان هو؟ يجي في هاد جائحه كورونا اللي خاصو يتساعد مع المساكين والبابريه، يجي في ليله وضحاها يطبق عليهم قوانين اللي صارمه، ماشي ايطاب بار ايطاب يمشي معاهم، يمشي معاهم دقه دقه كما كنقول، يمشي معاهم دقه دقه باش يشرح ليهم ويساعدهم. انا راه لحد الان بغيت غير نواجهه، يعني نواجهه نطرح عليها مجموعه من الاسئله، ماشي غنتخاصموا ولا شي حاجه، نطرحوا اسئله عقلانيه كراس راشد للراشد وعادي، وديك الساعه غنمشيو بسلام. بغينا يلقاو حل لهاد الدراري، يلقاو لهم شي حل يحميوهم هما. حنا قال بانه راه ما يمكنش يخدم 12 واحد، انا متفق معاه ما يقدرش يخدم 12 واحد، انا نقول ليه الحل من عندي. انا قلت بان جوج الناس ولا ثلاثه اللي خدموا في البيرو ديالنا، اللي خدموا في اي بيرو، مستعدين يخدموا على ديك ثمانيه الناس اللي غيكونوا مريحين ولا تسعود الناس، مستعدين حنا ديك الكوميسيون اللي كناخذوا، الكوميسيون اللي كناخذوا ولا شي حاجه تسنى بلاتي، الكوميسيون اللي كناخذوا مستعدين بان نقسموها بيناتنا ونقسموها مع دوك الناس، راه عندهم وليدات. ديال الخدمه سيدي هنا، هاد الناس المحطه اللي كاينه، كاينين الناس اللي خدامين هنا 30 عام، 25 عام، كاين اللي عنده والديه هنا تزادوا هنا خدامين هنا، كليس هنا هاد الشيفورات بولتيه كلشي كاين هنا، ولا هاد السيد كيقول لك لا، تجيو ديروا التحليل ويديروا لك التزام ولا يدير لك لاكي، شكون بغا يدير لنا لاكي سبادي؟ 40 عام حنا شكون بغا يدير لنا هنا لاكي؟ شكون هو؟ لا ما يدير لاكي يديروا لنا في 84 من تحت المحطه. ماشي خلينا ندوزوا شبابنا ندوزوا لحقنا وخرجوا 58 عام احنا توصلنا وفتا يقول لنا يجوا علينا من هنا؟ ما يمكنش، فين نمشيو؟ إذا كانوا بغيو يشدوا علينا بغيو يجري علينا هذا المدير، يتحاسب معنا يعطينا المحاسبة ديالنا. حنا كنعرفوا المحطة كنعرفوا النقل ديالنا كنعرفوا واللي كنعرفوا حنا، نهار كبرنا في النقل، كبرنا مع الباترونات، كبرنا مع البريسولا، كبرنا مع كل واحد. واش هذا الإنسان أنا نخرج أنا من الدار يقولوا لي فكتي على الفلوس، بلا جبنا الفلوس منين؟ كتسنى القرعه، كتسنى الكريدي، كتسنى الضوء والماء، كلشي، ثلاث شهور حنا ما عندنا تالي باش نديرو في جيوبنا، حنا كنتسناو والو، كنتسناو سيدنا يقول لنا هادشي. حنا ما عارفينش ان باش يجري علينا هو ويقول لك لا سير، فين نمشيو؟ إذا كان بغيو يجيو علينا يشدوا علينا، يدونا الخيريه ولا يدونا السجن، واحد فيهم، أما باش نخرجوا حنا البلاط راه ما خارجينش. راه ما خارجينش حنا. حنا كنعرفوا المحطة من هذا كبرنا في المحطة، كبرنا فيها درنا فيها أولادنا، كاينين مخيين هنا عندهم أربعة خمسة أولاد. علاش أنا فين نمشي؟ فين نمشي وفين؟ إذا كنتوا ديروا لنا تمشي، اللهم حيدونا، اللهم شوفوا شنو ديروا لنا، اللهم ما نعرف أش نقول. أنا نمشي عند ولادي من ندخل عند ولادي شنو نقول لهم؟ نقول لهم كنت أنا في المحطة، جاوا علي المحطة، أش يقولوا لي؟ هاد الكرا، هاد الضوء، هاد الماء، هاد بزاف.
عندي كاين اللي عنده ولادو كيقراو باقي صغار، كاين اللي عنده 7 سنين 8 سنين باقي كيقرا كيشري الحليب، من بغى يشري الحليب؟ حشومه عيب هادشي، ما كانش عندنا في هاد البلاد ما عمرها كانت. خويا حنا بسم الله السلام عليكم، حنا كورتي خويا في المحطه 40 سنه دابا ديال الكيران، من ايام كنت ديال سيدي حمزه خدمنا مع الباترونات الله يرحمهم، ما كاينش واحد يصور لنا شي ورقه ولا شي واحد اللي عقل علينا ولا شي واحد اللي عمره تفكرنا والو. حنا عندنا 5 وليدات 6 وليدات اللي كاين على هاد الكورتيه، هاد الكورتيه ما عندهم حتى شي حنطه اخرى، ما عندهم فين يمشوا، ما عندهم فين يمشوا، لا بيجروا علينا من هنا لا بيجروا علينا من هنا، راه غنمشوا لديورنا هما غيجروا علينا نفس الطريقه، غنتفرقوا مع اولادنا ومع عيالاتنا، غنباتوا في الزنقه، غنتشردوا اللي بيجروا علينا من هنا يدونا للحبس. صافي انا مدوز عسكر، انا مدوز لارمي خارج منه، انا وجيت لمحطه الكيران دابا 36 سنه وانا في محطه الكيران من عام 1982 قبل ما تكون المحطه ديال الكيران، جمعت الباترون تخدم معاهم ودابا من جينا للمحطه هاد الناس بيجروا علينا، هاد الناس تيجروا علينا، حنا ما عندنا فين غاديين، ما عندنا فين غاديين والو، غنخدموا حنا غنخدموا ونمشوا للحبس. وعاش الملك وعاش سيدنا، كنطلبوا من سيدنا يشد لنا الحق ديالنا، حنا غدراوش كنطلبوا من سيدنا الملك يشد لنا الحق ديالنا، حنا راه كنا جنود سيدنا، ودابا اصبحنا في المحطه مشردين، حنا الاولاد ديالنا ما عندناش باش نشرو كيلو ديال الدقيق، كيلو ديال الدقيق ما عندناش باش نشرو، درهم ما عندناش جيوبنا دابا، ثلاثة اشهر 4 اشهر حنا مريحين، حافظ الوقت ديال الكيران وحافظ، وعارفين كلشي كنحترموا روسو وكنحترموا الناس، عارفين الاقليم، عارفين الناس. السلام عليكم، كنشكروا هذا المنبر هذا، اخويا حنا سنين حنا في هذه المحطه هذو، جدي الله يرحمه، عمي الله يرحمه، با كبرنا حنايا من هاد المحطه هذه، فين غنمشيو؟ نمشيو نبيعوا الحشيش، نبيعوا الفانيل، نمشيو نكريسو، ما عندناش فين غنمشيو؟ انايا شي حاجه يعدمونا ولا قتلونا ولا دونا للحبس، مشوا للحبس، حنا 3 4 اشهر حنا مريحين، ما كاين لا دعم لا والو، ما استفدنا ما والو، ما كنموتوا كنتقطعوا، حنا من جي قال لك لا سير ما كلا غتقطعوا ما والو، كاين زوج الباترون هذا غيديكلارينا حنايا 16 واحد في البيلو، راه ما غيديكلارينا ما والو، خويا انا كندير الدياليز دابا 14000 من الاثنين والخميس يوميا، 2 مرات في السيمانه كندير الدياليز، فين كندير 28000 ريال في السيمانه، فين غندير؟ قال لك التزام ديرو ضمان اجتماعي، واش هاد الباترون هذا 16 واحد غيديكلاري في بيرو واحد؟ راه ما يمكنش، يديروا معنا شي حل الله يرحم به الوالدين، هادشي اللي كنسكروا هاد المنبر الله يرحم به. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.